أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام جديد، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ من أهم العناوين. بعد أشهر من التظاهر، محتجون يتظاهرون قرب ديوان البصرة لعدم تنفيذ مطالبهم جاءت على الهيئات. على المدى، التحالف الدولي يواصل تحضيراته في الأنبار استعدادا لمعركة حاسمة. على موقع كتابات العراق، يقرر مد أنبوب نفطي جديد إلى تركيا عبر محافظة كركوك. وعلى الجزيرة نت، تقرير أممي، شحنات وقود إيرانية تمول حرب الحوثيين. وعلى العربي الجديد، اتصالات إسرائيلية لإنجاز صفقة أسرى مع حماس قبل الانتخابات. وفي القدس العربي نطالع، مكتب مولر يرفض تقريرا أفاد بأن ترامب أمر محاميه بالكذب. وعلى الحياة، تركيا تعارض أي وجود للنظام السوري في منبج. النسبية في العلاقة بين الولايات المتحدة وإيران قربت الحدود الإسرائيلية من حدود العراق بما يجري من تهديدات وزارة الدفاع الإسرائيلية للعراق باحتمال توجيه ضربات جوية أو صاروخية لقواعد صواريخ إيرانية بإمرة الحشد الميليشياوي وتطبيقات جيوسياسية فيها من الواقعية ما يفسر كيف أن الاحتلال الأمريكي للعراق أدى إلى إلغاء الوطن الذي كنا نعرفه واستبداله بعراق إيراني بمواصفات مختلفة، رغم أن الأرض هي ذاتها والشعب هو ذاته بخلطته ذاتها من العرب والأكراد والتركمان وبلغاتهم وأديانهم ومذاهبهم وطوائفهم ومن يعيش معهم من إثنيات ولدت قبل ظهور الأديان السماوية بآلاف السنين. هذا ما جاء في مقال للكاتب حامد الجيلاني في صحيفة العرب اللندنية. من تطبيقات النسبية في العراق أن الجيش انتقل من الدفاع عن حدود الوطن إلى داخل المدن بقرار الاحتلال الأمريكي وعملاء نظام ولاية الفقيه، تاركاً الحدود للإرهاب والميليشيات والمهربين وزوار الفجر من أجهزة الاستخبارات في العالم. والبنادق استدارت لتطوق المدن أو تهديمها بنسبة مقررة. بوابة العرب الشرقية باتت مفتوحة للحرس الثوري وفيلق القدس وقاسم سليماني. وجولة الانتخابات ثم الضغوط لتشكيل الحكومة بينه وبين المبعوث الأمريكي بريت ماكورغ وعبر كل الأطراف أطلقت مفهوم النسبية في العلاقات الأمريكية الإيرانية، واتضحت بعدم اللقاء المباشر بينهما والاكتفاء بالوسطاء كما في مشاهد الكوميديا. الكتل السياسية والأحزاب في العراق تتخوف من فشل حكومة عادل عبد المهدي في تنفيذ ولو أجزاء من برنامجها الورقي على الأرض، لأنها تتحسس بموضوعية لا يجانبها الصواب. جثث المتظاهرين وخراب المدن والنازحين وحروب الاقتصاد المشينة وما تراقبه من تنامي غضب المتظاهرين النسبي الذي قد يتجمع في لحظة متوقعة ليتدفق بعنف كثورة شعبية. كان الرد على فتح ملف واقع مدينة سامراء يتماهى مع نص مكرر للسلطة الحاكمة وأحزابها وأعلامها مفاده هل تريدون إعادتنا إلى المربع الأول؟ رغم أن المربع المقصود هو مصيبة المصائب في عراق الاحتلالين الأمريكي والإيراني، ومنه انطلق هذا العراق الذي صار نهبا لأوهام أحزاب وميليشيات المشروع الإيراني بسعيها لصناعة سلطات متجانسة ومجتمعات متجانسة مع مراقد متجانسة ولو بالقوة وتزييف التاريخ مع المشروع الإيراني. على البصائر نطالع، وجود العديد من الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية وبكافة تشكيلاتها واختصاصاتها
إشرافها على الأوضاع العامة في البلاد يشكل هاجساً يومياً يساعد على بث حالة الرعب والخوف لدى المواطن، لأن تعدد هذه الأدوات وعدم وجود سياقات أمنية واضحة في كيفية التعامل مع الأحداث والوقائع تشكل عاملاً يساعد على بث حالة القلق الأمني لدى العديد من المواطنين، خاصة إذا ما علمنا أن هناك قوات مسلحة تمثل ميليشيات تابعة لأحزاب السلطة وأخرى ترتبط بشكل واضح ومعروف بأجهزة أمنية واستخباراتية تابعة لدولة مجاورة للعراق وهي إيران، ويشرف على تدريبها ودعمها الحرس الثوري الإيراني، ولديها القدرة والفاعلية على التدخل في صياغة القرارات والتوجهات الأمنية في العراق، بحسب الكاتب إياد العناز في مقال بصحيفة البصائر. هذا الوضع الأمني والاستخباري يعيد إلى الأذهان الانتهاكات والأعمال الوحشية التي تقوم بها الميليشيات المسلحة، والتي تتمثل في عمليات الاعتقال والخطف والقتل واستخدام التعذيب الوحشي والتعسفي في معاملة المختطفين والمعتقلين دون أي إجراءات قانونية وقضائية، ولا تلتزم بأي توجهات تابعة لأجهزة ومؤسسات الحكومة في بغداد، بل لديها مراجعها السياسية والأمنية ولا ترتبط بأي جهة عسكرية تنفيذية تابعة لبغداد، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق الخاصة بالمواطنين ويهدد أمنهم واستقرارهم وبقائهم. جاءت عملية الكشف عن عدد من المختطفين الذين تم تغييبهم في حزيران عام 2015 ولحد الآن، ليعيد للأذهان واقعة منطقة الرزازة والصقلاوية وجرائم الخوف التي ارتكبتها الميليشيات المسلحة أثناء المعارك التي دارت في محافظة الأنبار، ورسمت المعالم الرئيسية والحقيقية لابتعاد فاعلية الدور الحكومي في متابعة هؤلاء الأبرياء الذين تم اعتقالهم ضمن سلسلة حملات الاعتقال القسري والتغيب عن الحياة واختلاق التهم الكاذبة وتلفيق الادعاءات الفارغة التي تلقى عليهم من عناصر الميليشيات المسلحة وقياداتها. سيبقى مصير الآلاف من مختطفي محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديالى وكركوك وشمال محافظة بابل مجهولا، الذي يقدر عددهم بثمانية آلاف عراقي جرى اختطافهم قسريا من حواجز التفتيش التي أقامتها الميليشيات المسلحة في مناطق عدة، أبرزها الرزازة والصقلاوية جنوبية وشمالية قضاء الفلوجة، وفي قضاء بيجي وتكريت بمحافظة صلاح الدين، وفي خان بني سعد والمقدادية وبعقوبة بمحافظة ديالى، وجرف الصخر شمالية محافظة بابل، ومناطق أخرى في محافظة نينوى وحزام بغداد. في الثقافة الاجتماعية العراقية حيث عصور ما قبل الدولة، كان شيخ العشيرة يعد مثالا للحظ والبخت، وهما أعلى قيم الضمير في الصدق والإيثار على النفس في التقاليد القبلية والعشائرية، ولطالما ترافق حضور الدولة مع حضور الأخلاق، لأن الإنسان كائن يستبطن الكثير من الشر والظلم والبغي، لهذا كانت الحاجة إلى الدولة لتضبط بمؤسساتها وتنظم بدواوينها حياة الناس وتعتني بشؤونهم وتحل الخصومات فيما بينهم، فالدولة وبخاصة التي يشترك الجمهور في تأسيسها. ولكن في العراق غابت الأخلاق وغابت الدولة، بحسب الكاتب ناصر الحجاج في مقال بصحيفة المدى. المدينة الفاضلة في العصر الديمقراطي ما تزال مدينة أخلاقية، وهي بالفعل كذلك إذا أقررنا أن الأخلاق هي الضوابط التي تحدد سلوكيات الإنسان، وهذا بعينه ما ألزم دولة ديمقراطية كالولايات المتحدة الأمريكية الملأ بوحوش الرأسمالية بأن تسعى جاهدة لضبط سلوك رأس المال من خلال لجنة الأخلاق البرلمانية، كما تضبط غيرها من السلوكيات الفردية والاجتماعية من خلال تحديث وضبط قواعد السلوك، وبخاصة سلوكيات المسؤولين الرسميين بعيدا عن التجاذبات الحزبية، إذ يتم انتخاب أعضاء لجنة الأخلاق في الكونغرس من المستقلين عن الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي، ليتاح لها التحقيق في الخروقات الأخلاقية
التي قد يرتكبها أعضاء الكونغرس أنفسهم. وفي العراق اليوم في عصر ما قبل الدولة الجاهلية المعاصرة لا ضوابط لموظفي الدولة وشتان بين الوظيفة والعمل، بما يعني أن الدولة العراقية بلا أخلاق وأن البرلمان العراقي بلا أخلاق، حتى يتم انتخاب هذه اللجنة أسوة بلجان التعليم والمالية والأمن والدفاع. العراق محتاج إلى ضبط السلوكيات والأخلاق قبل حاجته إلى الأمن وإلى لقمة العيش والماء الصالح للشرب، لأن الأخلاق هي الضوابط التي تصنع عبرها الدولة الكريمة. بعد مضي نحو 4 عقود على تأسيس نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، لا يزال على النهج نفسه الذي أعلنه منذ أيام الأولى لتأسيسه، أي تصدير التطرف والإرهاب تحت ذريعة مثيرة للسخرية والاستهزاء، وهي تصدير الثورة كما يزعم كذبا وتمويها. ولكن الذي لمسته شعوب وبلدان المنطقة من هذا النهج لم يكن سوى مواجهتها للفتن والانقسامات والاختلافات والجموع العميلة التي تعمل كطابور خامس لهذا النظام في لبنان والعراق. بلدان المنطقة وسوريا واليمن نماذج حية يمكن من خلالها الحصول على الأدلة والمستمسكات العملية الأكثر من كافية لنهج وأسلوب هذا النظام في إثارة الفتن والانقسام الطائفي في هذه البلدان، وهي تهدد البحرين والسعودية بشكل خاص بحسب الكاتب محمد حسين المياحي في موقع كتابات. هذا النظام الذي زعم وادعى كذبا وزيفا بعدائه ورفضه لإسرائيل، ويدعي دعمه ودفاعه عن القضية الفلسطينية وسعيه من أجل وحدة صفه، أثبت وبطريقة عملية بأنه قد استهدف شعوب المنطقة كلها عدا إسرائيل. وتعتبر الطائفة السنية على رأس قائمة أعداء هذا النظام، وأن المخططات التي نفذها هذا النظام من خلال عملائه في البلدان التي يهيمن عليها بنقوده قد أكد ذلك، وهو بمثابة دليل عملي على هذه الحقيقة الدامغة، وأن النشاطات والتحركات والمخططات التي يشرف عليها الإرهابي المعروف قاسم سليماني ليس ضد إسرائيل أو أعداء المسلمين والعرب كما يزعمون كذبا، بل هي ضد العرب والمسلمين، مع الانتباه من أنها ليست في صالح الشعب الإيراني المغلوب على أمره، بل إنها في صالح النظام فقط. كما أن الفلسطينيين لم ينالوا من هذا النظام سوى الشر والبلاء والانقسام وترسيخ التطرف الديني بين صفوفه. السعي لتوظيف واستغلال المسائل ذات البعد الطائفي في بلدان المنطقة هو النهج والأسلوب الذي عمل ويعمل عليه من قبل هذا النظام بصورة مستمرة ومتواصلة، وأن هذا النهج والأسلوب المشبوه والخبيث يهدف إلى تغيير كثير من المفاهيم والأمور، كان يوحي بأن العدو الأساسي للشعوب متواجد في صفوفها، وأنه يهدف بكل ما أمكنه من أجل استمرار وديمومة هذا النهج والأسلوب المشبوه. ما يزال الكثير من المقالات أو ما تزال تتناول عيد الجيش العراقي الذي حل في 6 من كانون الثاني. في هذا الإطار كتب وقاص القاضي في موقع الجزيرة نت تحت عنوان عام مع أقدم الجنرالات في التاريخ المعاصر، ففي الذكرى 98 لتأسيس الجيش العراقي لابد هنا من استذكار مواقف رجال كان لهم بصمتهم التي أسهمت في رقي هذه المؤسسة التي نالت أرقى المراتب من حيث العدد والعديد والانضباط والتجهيز، وللفريق المرحوم عبد الجبار شنشل الحظ دون منازع ليكون خير من يستشهد به، وهو الذي زاد عدد الجيش العراقي من 6 فرق إلى 60 فرقة، فضلا عن إسهاماته التي امتدت إلى بلدان عربية من تدريس للعلوم العسكرية وخطط للقتال والدفاع الحديثة. كان المرحوم عبد الجبار شنشل بسيطا متواضعا رافضا لكل صور وأشكال البرجوازية، حافظ طوال السنين أن يحلق شعر رأسه
لدى صاحب محل قديم في منطقة العظمية، وفي بداية كل شهر كنت أذهب لأستلم له معونة البطاقة التموينية كأي مواطن عادي دون تمييز. ضرب به المثل بعدم الانتماء إلى الأحزاب ولا التعاطي بالسياسة، متفرغاً آخر سنواته لكتابة البحوث. استمر الحال حتى عام 2003 حين احتلت أمريكا العراق، فغادر المرحوم البلاد متوجهاً إلى الأردن ليمكث فيها سنين بلا راتب تقاعدي أو مصدر معاشي، بعد أن استولى الحكام الجدد على منزله وممتلكاته قبل أن توفيه المنية، ويتوفى في عمان بتاريخ السبت 20 سبتمبر عام 2014 بعد مرض إثر جلطة دماغية عن عمر ناهز 94 عاما، حيث وارى جثمانه الثرى في مقبرة شهداء الجيش العراقي في منطقة المفرق بالأردن، لتبقى ذكريات بارقة أمل لعل الزمان يرق بحال العراق اليوم ويهبه رجال على شاكلة شنشل ينقذه مما هو فيه. ويضيف الكاتب: كتب عن هذه الشخصية الفذة الكثير ومعظمها كان نقلا ونسخا، ولكني هنا سأحاول أن أسرد شيئا قليلا ومختصرا لأحداث عايشتها شخصيا، وهي أقل ما يمكن وصفها بأنها خسارة للعراق. فقد فيها العراق أبرز رجالاته الذين تميزوا بإخلاصهم وغيرتهم على البلاد. يحيل دونالد ترامب على التقاعد الكثير من الكتابات التي أسيل الحبر فيها منذ تسعينيات القرن الماضي حول العولمة واتجاه واشنطن لعولمة العالم أمريكيا، وهو يطرح فكرة القومية الاقتصادية من أجل إعادة الشركات الأمريكية المستثمرة في العالم للأرض الأمريكية، مع تزنير الولايات المتحدة بقوانين حماية جمركية طبعا ضد البضائع الأجنبية التي يمكن أن تنافس البضائع الأمريكية، كما ألغت التواقيع الأمريكية على اتفاق المناخ وعلى اتفاق التجارة الحرة في منطقة الباسفيك، وسعى إلى تعديل اتفاق نافتا مع كندا والمكسيك، ويسعى لتقييد حرية الهجرة لبلد انبنى على المهاجرين على ترامب، إذ كتب كل ذلك محمد سيد رصاص في الحياة اللندنية. ترامب ضد حلف الأطلسي أوليس مثل أسلافه في البيت الأبيض الذين رعوا وقادوا هذا الحلف منذ قيامه عام 1949، وهو مع إغلاق القواعد العسكرية الأمريكية أو التواجد العسكري الأمريكي في أفغانستان وسوريا وكوريا الجنوبية. نظرته المتغاضية عن الوجود العسكري الأمريكي في العراق تنبني على نظرته العدائية لإيران، ونظرته للأخيرة مبنية على رؤيته للتناقض الرئيس الأمريكي باعتباره النمو الصيني هو الخطر والمنافس الرئيسي للعملاق الأمريكي، وهو يرى إيران ممرا للصين عبر باكستان إلى الشرق الأوسط، لذلك يسعى للتحالف الأمريكي مع الهند من أجل تطويق الصين، وهو يخالف البنتاغون في اعتبار الصين وروسيا عدوين استراتيجيين للولايات المتحدة، بل يرى الروس عاملا مساعدا وحليفا محتملا ضد الصين. في اتجاه أمريكي تبلور في واشنطن منذ أواسط التسعينات وبعد قليل من هزيمة الاتحاد السوفيتي في الحرب الباردة باعتبار الصينيين الخطر الرئيسي على واشنطن. بعد أن تعايش معه سنة وشهرين كوزير خارجية، قال ريكس تيلرسون، وهو الآتي من رجال أعمال ولاية تكساس في قطاع الطاقة، العبارة التالية عن دونالد ترامب: الخطر أن يجلس على كرسي الرئاسة في البيت الأبيض رجل يفكر بذهنية تاجر عقارات. السؤال الرئيس أمريكيا الآن: هل ستثبت الوقائع القادمة صحة كلام تيلرسون أم العكس؟
ومن الأخبار التي كتبت وهي طبعا منوعة، قررت السلطات في العاصمة الروسية موسكو تعميم تقنية تسمح بالتعرف على الأشخاص في أقل من ثانية، في خطوة تخلف منع المجرمين من الاختباء بين ظهران المواطنين. وقالت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن هذه التقنية استخدمت في مراقبة المترو، جعلت من سكان موسكو في إيران تجارب لاختبار إمكان مراقبة 850 ألف مشجع زاروا العاصمة الروسية خلال كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت خلال الصيف الماضي. ومكنت هذه التجربة الناجحة أجهزة الأمن من التعرف على 98 شخصا خلال أيام المونديال، من بينهم مجرمون روسيون عديدون، بالإضافة إلى 60 من مشاغبي الويلينز وأرجنتيني، كلهم أبدوا سلوكا عدوانيا. وأفادت الصحيفة أن 7000 كاميرا جديدة للتعرف على الأوجه ركبت في طرقات العاصمة لتضاف إلى آلاف الأجهزة الموجودة من قبل، ما يجعل موسكو تحذو حذو المدن الصينية الكبرى التي كانت سباقة في هذا المضمار. إلى الوجه الآخر لحرية التعبير والرسوم الكاريكاتيرية. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.